أم راشد الله يعطيها الصحة والعافية، قاعدة تسوي حرفة من الحرف القديمة وهي خياطة التلي. أول شيء شو هذا التلي؟ التلي هذا يعني نخدمه على الكاجولة، هاي شو الكاجولة؟ هذا هو نفسه اللي تسووه بالكاجولة؟ هذا كله شغل يدوي. إي يعني ملون، هذا ملون وهذا أسود وهذا لون ذهبي. هذا بروحكم تخدموه أنتم؟ إي إي هاي خدموه نروح مع هذه الكاجولة، هاي الكاجولة على هذه. إحنا يسووه التلي وبعدين أنت شو تسوي؟ الحين أنا أركب على الكندورة. تخيطي على الكندوره؟ هي خطوه على الكندوره نفس كذا، يعني نفس كذا بتخيطي نفسه هي بهالطريقه. هي بهالطريقه، وهذا بعد ركبنا شويه هنا، هذا بعد هذا كله. هي كله هذا كله انت مخيطته؟ هي هذا انا خيطته له. زين نشوف كيف تخيطي. هذا اللي ركبناه هنا، هذا اللون الاسود هذا، يعني حسب اللون اللي تبيه ركبناه. ركبته هنا الحين، هنا وركبته هنا، وعقب قاعده تخيطي. هي عقب عاد بقلب الكندوره هكذا بنخيط بعد. هذا خلاص التالي الحين يهز على الكندورة. خلاص عاد يلا خيطي خطنا، عاد تذهب الكندورة. ما شاء الله عليك، فصل عقوة كمان، فصل حق العروس، تفصيل للعروس. ونفس الوقت انت يوم الذهبة تخيطوا ليها التالي عاد يركب قبل. هي بس القطعة تتخيط يوم العرس. عاد يوم العرس خيط القطعة وخيط كل شيء.